لا احنا من حقنا نقيم تجربة، ولا هي قضية كل الستات، ولا احنا من حقنا ان احنا نحكم على حد بأي مكان الحكم، ولا احنا من حقنا ان احنا اوكي هي ممكن ما ننشغلش بيها، هي خلاص دخلتنا حياتنا وانا متعاطفه مع الرأي ده، بس خلاص ما تنشغلش بيها وما تحكمش وخلاص يعني، ولا يعني يبقى لا التقييم يا على سيدي، اساس هي فني مش دخلتك على اساس جوه انسانية. حياتك، خليك انت اكتر ثقافة اكتر ارتفاعا في المستوى، اخرج ده حقيقي. اخرج. وكمان في نقطة مهمة يا جماعة من الرسائل المهمة في القصة الشبه كده، ان في ناس عدوت نفسها، وان ربنا لما بيبقى مدينا الاتزان والحكمة احنا في نعمة كبيرة جدا مش مدركينها. فكل انسان ينتبه مع نفسه مش لغيره، مش يحاول ينشغل بغيره او يعمل اسقاط لغيره او يشوف غيره ان هو ممكن يبقى عدو نفسه، يمكن هو ضد نفسه، هو مش فاهم قدر نفسه، هو منسحق، هو ما عندوش احساس بهيبته وبذاته، هو روح محتاجه انها تتحرر من حاجات كتيره جدا جدا وتوصل ممكن ضربه واتنين وتلاته وعشره وميه، والشخص يفوق بعد الميت ضربه. وممكن لا، يعني احنا عندنا داليدا مثلا وعندنا مارلين مونرو، هما الاثنين الطب النفسي وصفهم ان هما حاجات قريبه من بعض، ان هما احساسهم بذواتهم ما كانش الاحساس الصح، الناس كلها شايفه قيمه وهما احساسهم بقيمتهم منخفض جدا، فده اللي عمل الجاب الكبير بين الصوره اللي الناس شايفينها والنهايه المأساويه اللي حصلت لهم. فده ممكن يحصل لاي حد المشهور تحت الضوء. احنا بنتمنى الخير لكل حد، بنتمنى التعافي لكل حد، بنتمنى ان احنا ما نتسرعش في اخد قرار، ان احنا ما نحكمش على حد اصلا، احنا مش من حقنا نحكم على حد حتى لو كان هذا الشخص مشهور. وهاخد جملة من آية شعيب قايلاها، ربنا يردها لنفسها ردا جميلا، ربنا يرد الناس كلها لوعيها، وربنا يدينا مع المحنة منحة، وإن احنا القصة دي تبقى درس ندور فيه ونفكر فيه من غير ما نربطه بالأشخاص، يعني من غير ما نشخصنه، ده درس لينا جميعا في حاجات كتيرة جدا، في تفاصيل وفي تصرفات بسيطة ممكن نشوف انها بسيطة وان احنا بنعملها، لكن هي محتاجة مننا إعادة وعي، إعادة فهم، حاجات كتيرة جدا ان احنا نرجع ورا، ان احنا ناخد نفس، ان احنا نفكر بشكل واعي وبشكل متزن وبشكل راقي، يعني بلاش نبقى مندفعين وبلاش نبقى عاطفيين وبلاش تبقى شغلتنا وانشغالنا الدائم حدث هو في الآخر شخصي خاص بأصحابه وخاص باللحظة دي، ممكن يبقى الشخص أو الشخصة صادق في هذه اللحظة.